شاء الله ناويين نعمل حاجة كبيرة جدا جدا لأفريقيا، ومقدمين عرض إن شاء الله هيعجب كل الناس، وإن شاء الله بالليل هنشوف كلنا مع بعض، وإن شاء الله هيعجب كلكم. واحنا بقالنا كتير قوي بنستعجل له، بقالنا 15 يوم يعني جاهزين له على أكمل وجه، وإن شاء الله نعمل حاجة تشرف أفريقيا، إن شاء الله كأس لينا. فخر كبير جدا لينا إن إحنا نعمل قدام الرئيس السيسي، وإن شاء الله هيتبسط بينا جدا جدا جدا، وهنعمل حاجة كويسة قوي. ان شاء الله نرفع راس مصر، واحنا على قد تعبنا ان شاء الله نعمل عرض ان شاء الله حلو ويعجب افريقيا كلها والعالم كله، ويا رب كده يكون في حسن ظن الناس ان احنا تعبنا ده يكون موجود، ويا رب كده مصر تفضل بسلام زي ما هي، ويا رب مصر تاخد البطوله او منتخب عربي كده، واحنا كلنا اخوه عربيين لو كان اي فريق عربي خدها، بس احنا نتمنى يعني ايه يكون مصر كده ان شاء الله.